النفط إذن سيظل الوقود الأول في مزيج الطاقة العالمي خلال العقدين المقبلين، هذا ما جاء في تقرير رؤية أوبك للنفط حتى 2045. التقرير أشار إلى أن الطلب سينمو بواقع 9% خلال 5 سنوات، هذه هي المستويات الأعلى حتى عام 2045. المنظمة أشارت أيضا إلى أن الطلب على النفط سينمو إلى 103 ملايين برميل يوميا في 2023. أشارت أيضا إلى أن القطاع بحاجة لاستثمارات بقيمة 12 تريليون و100 مليار دولار حتى نهاية عام 2045 للوفاء بمستويات الطلب القادمة. وخلال كلمة في افتتاح فعاليته مؤتمر ومعرض أديبك 2022 الدولي للطاقة في أبوظبي، قال أو أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الشراكة السعودية والإمارات تصل إلى حد التوأم. I want to prove that Sultana and I, although we are distant far from each other, and I haven't had the privilege of seeing his speech, but I know that the two countries, that is the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE, are twinning. وبدوره قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع أن الإمارات وأوبك بلس حريصتان على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها. We in the United Arab Emirates, as well as our fellow colleagues in OPEC Plus, are keen on supplying the world with the requirement it needs. But at the same time, we're not on the only producers in the world. We are producing less than 50% of what is produced, and there are others who need to do also their part in investing and encouraging investments, as we need it more than ever to complement the role of renewable energy that the world is facing. This technical organization is always going to stay as a trusted technical organization, taking a decision and doing its best to balance the supply and demand. لكن ماذا عن محركات النفط وأدائه خلال هذه الجلسة؟ عودة المخاوف المتعلقة بالصين والتي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، الكثير من إصابات كوفيد في الصين لازالت موجودة، وبددت الأمال التي عقدت على أن الصين ستنهي قريبا سياسة صفر كوفيد وإغلاق المدن الكبرى، لازال ذلك موجودا ويضغط على الأسعار، لكنها ليست ضغوط كبيرة. هذا هو الملاحظ، أنه الضغط على أسعار النفط يعني لازال يبقيها في مستويات مثلا برنت حول 95 دولارا للبرميل. السؤال الآن يعني ما هو مدى تأثير السياسة الحالية للطلب على النفط اليوم؟ مثلا أيضا شاهدنا بيانات المصانع الصينية جاءت أضعف كثيرا من المتوقع، هذا خبر سلبي بالنسبة للأسعار. والضغوط كما يعني نلاحظ منذ فترة، الضغوط التي تأتي من الصين والضغوط المتعلقة بالطلب بشكل عام يعني هي إلى حد ما متوازنة في هذه المرحلة، لا تتسبب في المزيد من التراجعات. يعني ربما ضغوط الطلب هي التي دفعت الأسعار للتراجع في منذ القمة التي سجلت في شهر يونيو، وحين تخطت الأسعار ووصلت لمستويات أو تخطت المستويات 130 دولارا للبرميل ووصلت بالقرب من 140 دولار للبرميل. أيضا هذه الذروة التي وصلنا إليها ومنذ هذا الحين بدأنا في التراجع من مخاوف الطلب، سواء المتعلقة بالصين، المتعلقة بركود عالمي قد يكون قادم في الطريق، تباطؤ وكل هذه المخاوف، ولكن أيضا المخاوف المتعلقة بالكميات المعروضة تبقي الصورة على ما هي عليه على الأقل في هذه المستويات حول 95 دولار لبرنت. من واشنطن أرحب بنيك لوريس نائب الرئيس في سي 3 سولوشنز، أهلا ومرحبا بك نيك وشكرا على وجودك. يعني حينما ننظر إلى صورة السوق يعني ومخاوف الطلب الموجودة وبالتحديد تلك القادمة من الصين، وننظر إلى برنت الذي يستقر عند 95 دولارا للبرميل، هل مخاوف الطلب قادرة على أن تحرك أسعار النفط للأسفل أكثر من ذلك؟ أعتقد أن هناك الكثير من المتغيرات المتنافسة في السوق قد تؤثر على أسعار النفط والغاز من حول العالم، وهناك عوامل متعددة على مستوى الطلب كما ذكرتم. كان قيود كوفيد في إحدى أكبر المستهلكين مثل الصين، أو مخاوف من دخول العالم في ركود
وهذا سوف يؤثر على طلب على النفط، وهما عاملان يدفع الأسعار نزولا، ولكن الأسعار لا تزال في مستويات مرتفعة والمخزون متدنن والوضع صعب، وبعض هذه العوامل المؤثرة على الإمدادات قد تدفع الأسعار صعودا، خاصة وأننا نقترب من فترة العطل وهناك نقل أكثر للسلع عبر الشاحنات والسفن والطائرات. إذن هناك الكثير من العوامل المتضاربة التي قد تؤدي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها الحالية بين 90 و95 دولار للبرميل. طيب، حتى في حالات يعني دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وهذا ربما تساؤل، يعني مثلا ونحن نشاهد اليوم البيانات الأوروبية والتضخم الذي وصل إلى 10.7% في ظل هذا التراجع الحاد في معدلات النمو، وربما ستتجه الاقتصادات الأوروبية إلى الركود قريبا، هذا تضخم ركودي، هل بالضرورة يمكن أن تبقى أسعار النفط مرتفعة إلى هذا الحد في المستويات الحالية في ظل أن اقتصادات رئيسية حول العالم تدخل في ركود؟ هذا السؤال الأساسي، وإذا ما رأينا ركودا عالميا أكبر يؤثر على عدد أكبر من الدول، قد نرى الأسعار تتراجع إلى حوالي 70 دولار للبرميل. ولكن أعتقد أن الكثير من الاقتصاديين يشيروا إلى أن هذا الركود قد يكون ناعما. طبعا الكثير من الأمور قد تتغير في فترات سريعة، وهذا يعتمد على كيفية اجتياز أوروبا هذا الشتاء مع أزمة الطاقة هناك. إذن هناك الكثير من العوامل هناك التي قد تؤثر على طبيعة الركود. إذا ما كان الركود سوف يكون أطول وأعمق أو يكون طفيفا، ولكن رغم ذلك فإن الاستهلاك في ارتفاع وأسواق العمل أداؤها مقبول، لا يزال هناك نواقص في اليد العاملة في بعض القطاعات من الاقتصاد، وهناك بعض الأمور اللوجستية في الإمدادات لم يتم حلها منذ الجائحة بشكل كامل، وهذا وضع ضغطا ورفع الأسعار. ولكن رغم مستويات التضخم المرتفعة يبدو أن الجميع مستعد لإنفاق أمواله. هناك الكثير من الأموال في الاقتصاد حاليا، ويبقى أن نرى كيف تتبلور الأمور. فقط إذا كان الركود أطول سوف نرى أسعار النفط تتراجع إلى حوالي 70 إلى 75 دولار للبرميل. ولكن مع شكل الاقتصاد حاليا وأن الركود لن يكون قويا، فربما تبقى الأسعار مرتفعة وتتماشى مع المستويات الحالية. طيب نيك، دعنا اليوم نفترض أنه يعني قد يكون ركودا قويا، حتى لو كان ركودا قويا، إذا وضعنا في الاعتبار النفط الروسي والمعادلة القادمة، إذا ما نقصت الإمدادات الروسية بسبب السقوف السعرية المفروضة على روسيا، وهذا قد يفقد الأسواق جزء كبير من الإنتاج أو من نسبة حصص الإنتاج عالميا، في هذه الحالة هل حتى وجود ركود أو حتى تراجع في الطلب هل سيعوض هذا النقص في المعروض، أم أنه سنشاهد أيضا قد نشاهد يعني توجه اقتصادات نحو التباطؤ والركود وفي نفس الوقت المزيد من ارتفاعات أسعار النفط، هذا يبقى سيناريو أيضا قائم؟ هذا سيناريو محتمل، وهناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق حاليا حتى مع الأسعار التي كانت أعلى، وإذا الإنتاج الذي كان متزايدا في الولايات المتحدة مثلا، ولكن يتوقع أن إنتاج النفط الأمريكي سوف يكون أعلى العام المقبل. ولكن رغم ذلك هناك الكثير من عدم اليقين في السوق لجهة الاستثمار في بنى تحتية جديدة في النفط والغاز، وذلك بسبب كل عوامل اقتصادية غير المعروفة، ولا نعرف إلى أين يذهب الاقتصاد العالمي، وأساسا بسبب السياسات التي تدفع باتجاه تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري والاعتماد مصادر طاقة نظيفة. ورغم أننا نحتاج إلى
إلى كميات كبيرة من النفط الخاص بحسب توقعات تقرير أوبك وغيرها من الجهات الدولية. لا تزال هناك ضبابية بشأن الاستثمارات لزيادة إنتاج النفط والاقتصاد في كل الاقتصاد، وبالتالي قد نشهد سيناريو حيث هناك ركود أكثر مما كان متوقعا، وفي الوقت نفسه هناك نقص في الإمدادات ونقص في المعروض من روسيا وخفض بمليوني برميل يوميا في الإنتاج بحسب قرار أوبك، وضبابية لزيادة الإنتاج مستقبلا في السوق. وبالتالي على أساس ذلك قد نرى تباطؤا في الاقتصاد، ورغم ذلك تبقى أسعار النفط والغاز مرتفعة. أشكرك على هذا التحليل نيك لوريس، نائب الرئيس في سي 3 سولوشنز، شكرا جزيلا لك.